أقيمت في كنيسة مار إلياس الروم الملكيين جبل الحسين صلاة المدائح لوالدة الإله، حيث ترأس الصلاة قدس الأب مودي هنديلي كاهن الرعية. وقد تخللت الصلاة تراتيل وأحيتها جوقة الرعية بحضور عدد من الراهبات وأبناء الرعية. وبعد الصلاة قدمت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين محاضرة روحية تحدثت من خلالها عن فضائل العذراء مريم التي فتحت قلبها لعمل الروح القدس والتحديات التي واجهتها وأهميتها في حياتنا. مريم العذراء كانت إنسانة متواضعة من الداخل، وكانت تقول أنا أمة الرب، أنا خادمة الرب. فهي أول فضيلة من فضائل مريم العذراء، اللي هي عدم التأثر بالمديح والكرامة، ما تأثرت لأنها مملوءة منها، فمش متأثرة من هذا الكلام، كلام الملاك، ما تأثرت إنها تنفخ حالها، العكس أعطاها تواضع أكثر. طبعا كل الفضائل موجودة بلوقا واحد، يعني بتلاقوها كلها بلوقا الفصل الأول. مريم العذراء الفضيلة الثانية اللي هي الانشغال بالله كل الوقت، كل وقتها وتفكيرها وبحياتها، وهي بتطبخ وبتجلي وبتكنس وبتنظف، انشغالها بالله، الله موجود بكيانها بتفكيرها كل الوقت. أنا مش بحكي إنه الست تترك كل شيء، مسؤوليات بحياتها، والمسؤوليات كثيرة كبيرة، بس بدي أحكي لكم إنه مريم العذراء كانت مسؤولياتها زي المرأة الآن، ما اختلفت، ممكن اختلفت الطريقة اللي فيها المسؤوليات، بس أنا بحكي المرأة كمان عندها تحديات خاصة هلا بالفترة هاي، فيها تحديات، بس مريم العذراء كان عندها تحديات، حامل مش عارفة بالنسبة للمجتمع كيف تفرجي هذا الحمل، كيف بدها تحكي لمار يوسف إنها حامل وهي مخطوبة إله، ما كانت تهتم، كانت مشغولة بربنا، ربنا بيدبر كل شيء، ربنا هو بسلمه بكل شيء بحياتي، كل مشاكلي بسلمها لحياتي، بقوم بمسؤولياتي، لكن لما بكون أنا مملوءة بفكر ربنا طول الوقت عم فكر فيه، أكيد ربنا رح يلاقي لي حل لكل مشاكلي، لكل تحدياتي، كل المصاعب والصعاب اللي بواجهها بحياتي لما بسلمه حياتي.